السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم صرخه ناشئ. النهارده احنا معانا حلقه مميزه جدا جدا، حلقه هتعمل صدى كبير قوي في قطاعات الناشئين في مصر، لان معانا تصريحات قويه جدا ومعانا ضيوف اقوياء جدا في الحلقه. مع كنا في قلعه كبيره من قلاع قطاعات الناشئين في مصر وهي قلعه المقاولين العرب، سجلنا مع مهندس الاداره الباشمهندس محمد عادل اللي ادانا تصريحات قويه جدا جدا بالنسبه لقطاعات الناشئين. معانا حلقه مميزه جدا النهارده، هيكون فيها جزء كبير قوي مع الباشمهندس محمد عادل، ومعانا ومعاكم النهارده المهندس وليد السعيد احد المستثمرين الرياضيين في مصر. حابين نشوف النهارده التقرير مع الباشمهندس محمد عادل الاب الروحي للمقاولين العرب والاب الروحي لمحمد صلاح ومحمد النني. حابين نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. الراجل الاول في منظومه المقاولين العرب اللي رحب بينا النهارده ببرنامج صرخه ناشئ الباشمهندس محمد عادل، اللي حابين النهارده ان احنا نستفيد معاه ونتكلم معاه في قطاعات الناشئين طبعا، اللي هو على راس المنظومه صاحب الرؤيه اللي اظهرت لنا الكابتن محمد صلاح والكابتن محمد النني اللي مشرفين مصر في كل مكان. بنرحب بالباشمهندس محمد عادل، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيكم، والحقيقه انا سعيد جدا بان الرياضه بتلقى هذا الاهتمام في قناة الصحة والجمال، لأن الرياضة أحد العناصر الرئيسية للجمال فعلا. فأنا بحييكم وأهلا بيكم في نادي المقاولين العرب. باشمهندس محمد، احنا برنامجنا برنامج رياضي خاص بقطاعات الناشئين، فاحنا طبعا ما ينفعش نتكلم عن قطاعات الناشئين وما يبقاش فيه نادي المقاولين العرب اللي هو صاحب الصرح الكبير جدا في قطاعات الناشئين في مصر من زمان، مش النهارده بس. واخيرا زي ما انا قلت في المقدمه ان حضراتكم كنتوا صحاب الرؤيه في احتراف محمد صلاح ومحمد النني، حابين ناخد من حضرتك خلفيه عن قطاعات الناشئين في نادي المقاولين العرب. انا عارف ان حضرتك المدير الكوره بالنادي او المشرف العام على فريق الكوره بالفريق الاول، هنتكلم عن الفريق الاول بس احنا نبتدي بقطاعات الناشئين في نادي المقاولين العرب. شوف، عشان نتكلم بصراحه قطاعات الناشئين لازم نبقى عارفين كويس ان احنا في 2006 2007 لازم نذكر بالخير المهندس ابراهيم محلب. انا في قعده معاه قال لي يا عادل، مصر مليانه باللي قال كتير في جميع انحائها وفي جميع ربوحها، عايزين النهارده اسعار اللعيبه كانت بدات تزيد، بدات الانديه ملهاش ايرادات او موردك، الاسعار بتزيد. فبدانا من هذا التاريخ مشروع كبير للبحث عن المواهب في القرى والاقاليم. كان من نتيجه هذا الكلام ان احنا عملنا منظومه لهذا الكلام، وكان عندنا فرع في طنطا والمنيا والشرقيه وفروع كثيره الحقيقه. ولازم نذكر ان احنا كان في هذا الوقت كابتن ريعو رئيس القطاع، كابتن علي ابو جريشه كان مستشار، كانوا بيمروا على المواقع والانديه. كانت منظومه متكامله بتجيب الخبرات او الناشئين اللي فيهم امل لمنظومه الالعاب. وفعلا خدت الفتره دي فتره كويسه جدا، كان من نتيجتها طبعا كابتن محمد صلاح، كابتن نني، ومجموعه كبيره جدا من اللعيبه موجوده في انديه مصر كلها. يعني احنا عندنا محمد فاروق اللي بيلعب النهارده في بيراميدز ولعب في الاهلي عندنا، يعني مش عايز انسى حد لان برضو اعداد كبيره. لو رجعت حضرتك كان في الزمالك وكان في الاهلي، والنهارده ما زال في الاهلي، اللهم صل على النبي. احنا كان في الاهلي عندنا كان باسم علي. يعني اقصد ان في كل انديه مصر طلع جيل لازم يبقى في حد من المقاولين، يعني دور كده هتلاقي. وبعد كده جينا حصلنا يعني توقف شويه، ورجعت انا تاني بعد كنت فتره بقى مشغول في شغل الشركه وظروف، ورجعنا تاني. الحقيقه كان المهندس مواطن صلاح اللي هو رئيس الشركه صاحب الفكر برضو، لان هو السبورت لهذا الكلام ان احنا لازم نرجع لهذا الكلام. انا برضو عايز ما اخبيش عليكم ونبقى واقعيين، قطاعات الناشئين في نادي المقاولين العرب، وخد بقى القاعده دي كله كان بيبقى مجاملات وكله بتتصرف مبالغ ليست في موقعها، وانا عدو هذا الكلام. يعني انا عندي دايما ان الفلوس لازم تروح مكانها. قطاعات الناشئين وبرضه كلامي منصب على المقاولين العرب، كانت عندنا نسبه كبيره جدا جدا من
الوسايط والبتاع. عملتوا ايه يا باشمهندس عشان تلغوا الحاجات دي؟ يعني عملت انت حضرتك برؤيتك ايه عشان تلغي؟ اقول لك على حاجه، انا عملت مجموعه ضوابط ومعايا الكابتن محمد رضوان، وده شخصيه من الشخصيات العيله في هذا المجال واللي مقتنع بفكري. احنا عملنا الاتي: اولا كنت فوجئت ان كان في بيتسجل 30 و40 لاعب. طب ازاي 30 و40 لاعب؟ المدرب هيحكم مين ولا مين؟ فاتفقنا ان يبقى في عدد لا يزيد عن 20 لاعب. ده انا كنت هاخد حضرتك سؤال عن الكلام ده بس لما حضرتك تكمل. دي نمره واحد، لازم يبقى العدد ال 20 لاعب. زودنا عدد المدربين لكل مجموعه، زودنا عدد ساعات التدريب، بصينا للتغذيه وبصينا لكل الامور والقياسات و وحكمنا القصه. زائد بقى ان في تقييم للمدربين اخر السنه هيتعرض عليا. ايه هو اساسه؟ انت عندك كام لاعب كويس؟ احنا جبنا لك في الاختبارات 12000، اخترت 20، ليه ما طلعش ناس مميزين؟ هيتحاسب المدرب على نتائجه. مش بتكلم برضو على نتائجه في الماتشات، لا، نتائجه اختياراته دي احنا سيبناك تختار وحددنا لك، قلنا لك 18 و20، يبقى انت كان عندك الفرصه لهذا الكلام. بندي الفرصه برضو ان احنا عاملين لجان لما حد بيشتكي، عاملين لجان من خمس مدربين كبار يعيدوا تاني الاختبار للاعب بيشتكي. طبعا واجهنا مشاكل كتير جدا لان معظم الوسائط بدات تتكلم، مش هنضحك على بعض، الكره ما فيهاش واسطه، لكن بياخدوا مرحله قطاعات الناشئين دي كلها واسطه. نيجي نطلع في الاخر نلاقي ايه؟ ما نلاقيش الحصيله اللي احنا عايزينها. ان شاء الله احنا بنقول دي بدايه التجربه، مكمل ليها برضو. لو هتتكلم عن احنا حبينا نجيب برضو، عملنا فكر جديد وعلى الاكاديميات في انحاء مصر. صحيح مش ملكنا، بنملكها، بيدي الاسم لكن تحت السيطره الكامله مننا. يعني عندنا مجموعه المدربين الكبار ويقودهم الكابتن يسري عبد الغني مع كابتن جمال سعيد الشيني، مجموعه من المدربين بيمروا على الاكاديميات دي ويختاروا منها برضو اللعيبه المميزه. لان ما اقدرش انا ادور 25 اكاديميه لكن ماليا واداريا، لكن بتدور بمعرفه ناس لكن اندر كنترول وسيطره موافقه من العرب. كل الكلام ده اعتقد خلي بالك برضو حضرتك ان الناشئ مش هيظهر بين يوم وليله، انما لما تدي 3 4 سنين فتره زمنيه هتلاقي بدات المراحل تبان وتظهر في المواقف. وبعد واحنا عندنا حاليا مجموعات برضه عشان ما ننكرش جهد اللي سبقونا في القطاع، لا برضه الناس كانت شغاله بس كانت يعني النسبه الغالبه كان فيها، وانا كنت موجود ما بنكرش، وانا مش موجود السنه دي بس يعني، لكن بنصح المسار علشان نطلع في النهايه تصرف على العينات او الجوده اللي محتاجها مصر. عندنا مجموعات من اللاعبين، عندنا من حسن الحظ دلوقتي كابتن رضوان وكابتن عماد النحاس متفاهمين لدرجه عاليه جدا، بيلتقوا دايما. عماد النحاس عينه على اللعيبه بصفه مستمره، بيصعد ناس وينزل ناس وبتاع، كل الكلام ده بيدي الخبره. يعني النهارده تطلع بتاع الناشئ الكبير في 5 6 لعيب، وما قبل كده كان 8 أو 9، هنا بيبقى فيه التداول، ودي نقطه مهمه جدا بتساعدنا كاداره في تنفيذ الفكر بتاعها. احنا اتمنى ان شاء الله اللي نعمله في النهايه بنعمله لمصر. محمد صلاح لما طلع بره، يمكن دي كانت احد مقولات المهندس ابراهيم محلب، عمل دعايه لمصر اكتر من انا هتكلم كمهندس لو 50000 مهندس في لندن، ولا حد يتكلم عن مصر. محمد صلاح مش في لندن بس، في العالم كله. فاحنا لازم نعترف ان العالم كوره، بس احنا وعندنا خلي بالك ما عندناش، احنا عندنا مواهب كتير جدا، بس عندنا حته مهمه قوي محدش يخبر منها، عقليه اللاعب. يعني ناس كتير بتسالني تقول لي محمد صلاح، اديني عقليه محمد صلاح هتلاقي في مواهب كتير جدا، ولكن للاسف اللاعب المصري محتاج عقليته. بالمناسبه برضه عشان يبقى الهجوم على الكل، اللي مبوظ دماغ اللاعب المصري مين؟ وكلاء اللاعبين والسماسره، تمام خالص. ولو قعدت احكي في هذا الموضوع هحكي يدمروا شباب
دمروهم بحاجات كتير. لازم يكون عندنا الوعي ان اللاعب برضو كرة لازم ازاي تبقى فكره ناضج، ما يمشيش ورا وكيل لاعبين، لكن وكيل لاعب يقنعه في النهاية ان النادي هيظلمه وهيعمل له ما عليه. لكن انا بقول والناس بتقول ايوه وكلاعب اللاعبين للمرة العشرة، تمام، هم السبب في تدمير لاعبين كتير في مصر وما سبب البعثة في الكرة المصرية. باشمهندس محمد عادل فتح لنا حاجات كتير قوي وفتح لنا ملفات كتير قوي لو هنقعد نتكلم فيها مش هنخلصها يعني. بس انا حابب اخد حضرتك لتجربة اللي حضرتك ابهرت بيها كل المنظومة الرياضية في مصر، اللي هي فكرة اختيار 18 او 20 لاعب. يعني حضرتك عملت مدرسة جديدة ان قوام الفريق او قوام القطاع في اي فرقة مرحلة عمرية 18 لعيب. عايز اعرف التجربة دي حضرتك نفذتها ازاي وقدرت توصل من 40 و30 ان تخليها 18 ازاي؟ معلش كل حاجة بالامر، تعليمات ما يزيدوش عن كده مهما كان. تعرضنا لهجوم كتير في الجرايد، كل واحد ده مؤاخذة يعني، عارف واحد في التلفزيون زي حضرتك وابنه مشيناه يروح يقول كلمتين في حقنا، ماشي ما بيهمناش لان احنا بنعمل الصح. لازم يبقى في حسم، انا بقول لك بالحسم من 18 20 خلاص ما بمضيش اكتر من كده، وبالتالي الحسم الانضباط بيؤدي نتائج كويسه. يعني فكره ال 18 لاعب دي هي المفروض ان ال 18 لاعب دول افضل 18 عنصر المقاولين حاطين ايدهم عليهم، هذا من المفترض. وبالتالي بياخد منك يعني انت النهارده خلي المدرب ينزل يدرب 30 لاعب ولا 40 لاعب او تقسيمه ويجروا وخلاص، هي قدام 18 لاعب 20 لاعب محكومين وكده، وهو عنده في الماتش بينزل 11 وثلاثة احتياطي. يعني اذا لازم يبقى مركز كويس قوي على فرقته، وبالتالي بتدي تركيز اعلى. انا طبعا بعمل التجربه دي بالعرب، وانا شاكك ولكن مش عايز الانديه الاخرى ان كل الانديه برضو ماشيه كانت زي النظام. بلاش نقول كل الانديه، بعض الانديه بالعرب بس هي اللي كانت ماشيه بالنظام ده. لا، المقاولين دايما صاحب سبق في قطاعات الناشئين باختياراته للفكر المعين ده، وبعد كده الانديه كلها بتحذو على حذو. حابب بقى اسال حضرتك عن الاستثمار الرياضي، يعني انتوا كنتوا صحاب برضو تجربه في ان انتوا اديتوا مثلا فرقه 2000 لمستثمر رياضي دخل بيها. فكره اسم المقاولين يبقى المستثمر يخش يشتري الفرقه دي ويعمل بيها شغل. انا بحترم ذكائك في السؤال ده بالذات. انا جيت في وقت لقيت فرقة، وانا بتكلم بصراحة مفيش عندي حاجة خبية خالص، جيت في وقت فرقة 2000 كان السنة اللي فاتت مفيش فيها لعيبة مستوى مفيش، وخدنا قرار بان احنا هنسرحها ان ملهاش لازمة ومش هشتغل فرقة 2000 خلاص. فجأة جالي احد المستثمرين بيقول لي انا عايز اخد الفرقة، وعرض عليا مبلغ بسيط. طب انا بصرف على الفرقه دي 1,000,000 جنيه، هو عرض عليا بس انا هوفر. وبعدين لما جالي الكابتن ريعه بالفكره، لا ريعه الاول اللي جاب صاحب الفكره اللي هي، فقال لي قلت له لا ده انا موافق عشان اعرف هو بيعمل ايه. صحيح الفكر اللي هو هيقدمه، الفكر اللي هو هيقدمه. فوجئت ان الراجل بياخد مبالغ من الناس، والناس الاهلي بتدفع، واتسجلت الفرقه، واصبح الراجل النهارده بيكسب واحنا كانديه بتخسر. انا الحقيقه كان عندي مشروع السنه دي بس ما قدرتش انفذه. انا كنت هاخد 8 لعيبه او 10 والباقي بمقابل مادي. يعني ده بقى احنا عايزين نبقى احنا بقى اصحاب الانفراد. الصفقه بقى الناس هتبتدي تهاجمني تبقى انت السبب. لا احنا مش عايزين حد يهاجم حضرتك، بس احنا عايزين السبب. السنه الجايه انا عشت كلام عمر من 8 ل 10 لاعبين لكل فرقه، احسن لكل فرقه. والباقي اللي عايز يلعب كوره اهلا وسهلا، ادفع بقى ادفع عشان انا هجيب منين؟ موارد الانديه فين؟ ومحدش يقول ان النادي العرب ده نادي شركه. المقاولين العرب طول عمرها، انا دخلتها سنه 76، كل عمليه فيها او كل وحده فيها مستقله تماما بمكسب وخساره. فمحدش يقول الفلوس النادي ده، لا ده فلوس ناس بتشقى، فانا مش هاخد فلوسها اصرفها على الناس بره، خلاص اصرفها على يستحق اللي يجيب عائد ومردود للنادي. يعني نادي المقاولين هيشتغل شغل الاستثمار الرياضي برضه في حته قطاعات الناشئين. كل النهارده هو ده المجال الوحيد
اللي يقدر يستثمر فيه. لما طلع 3 4 لعيبه او 2 لعيبه لفوق وابيع 2 3 لعيبه اقدر امشي. قطاع الناشئين لازم تصرف على نفسها، لازم تصرف على. انت شايف في كل حته مدارس الكوره وكل واحد عامل اكاديميه الكوره. طب انا المقاول العرب انا اقدر كويس قوي كويس، وانا بهتم اكتر بالناشئ لان هو ده انا بعتبره المستقبل بتاعي. خليني اسالك بقى بصراحه، معلش وانا اسف ان انا اطول على حضرتك، الغلابه بقى فين في الكوره؟ الناس البسيطه اللي هي مش هتقدر تدفع الارقام اللي بتدفعها في الاكاديميات والحاجات دي، الناس دي هتلعب كوره ازاي؟ حضرتك قلت نقطه ما اعرفش خدت بالك من كلامي. انا خدت بالي، انا قلت 8 او 10 مميزين خلاص دول يستحقوا ان اصرف عليهم. بالعكس ده انا بساعدهم في اذا كان في دروس في اقامه في الكلام ده، انا عندي اقامه كويس، واحنا اول ما عملنا اقامه سنه 2005 ولا 2006 كويس. فبالعكس الناس الغلابه وانت محترم في سؤالك ده، اللي هي عندها الموهبه الحقيقيه انا هصرف عليها الاقصى. بالعكس انا كده بتيح له الفرصه انه يظهر في وسط العدد الكبير عايز يلعب كوره. فانا بنقي الناس اللي تستحق موهبه، وبالتالي لو هو موهوب ماليش دعوه بحالته الماليه عشان برضه ما نقولش ان انا هاخد الغلابه بس، لا انا بتكلم الموهوب سواء غلبان او مش غلبان هيلاقي فرصته مكانته موجوده بالظبط كده. الاستثمار الرياضي بشكل عام يا باشمهندس محمد بقى منتشر فعلا، فكره الاكاديميات موجوده في كل حته، المقاولين عنده 25 اكاديميه على مستوى الجمهوريه. فكره الاكاديميات نفسها انت شايف ان هي افادت الكره المصريه؟ بص انت ما تقدرش تحكم عليها دلوقتي لان دي فكره وليده بقى لها سنه او اتنين. اكيد احنا خدنا، بالنسبه لنا لا، احنا خدنا بعض اولاد من الاكاديميات اللي موجوده ودخلوا النادي مع الوقت. تمام يعني لانك بتفتح، هي ميزتها ايه؟ انك بتفتح مساحه كبيره للناس تلعب كوره بلاش. خلينا نتكلم بصراحه، ده منفس للشباب صغير او كبير ان هو يلعب كوره. فبالعكس انا بشجع دي بغض النظر بقى عن الاستثمار الرياضي، لان دي هتمتص طاقات الشباب في مجال الرياضه وده شيء مطلوب. من وجهه نظر حضرتك ايه السلبيات اللي فيها؟ يعني ايه السلبيات اللي هي بتخص قطاع الاستثمار دي في مصر؟ مفيش شك ان زي اي حاجه في بدايتها ان فيها سلبيات كتير، ان الناس بتبص تكسب بس من غير ما تأدي الخدمه، الناس ما بتصدق تجمع قرشين طبعا اللي هي العادات للاسف السيئه اللي بتنجم في اي مجال، يعني خد قرشين واجري. لكن في ناس بتهتم بالمنظومه وتبقى حريصه بالعكس، يمكن لو خد 5 10 النهارده يمكن ياخد 5 عشان يستمر في الخمسه دي يوصل للمية وهكذا. فالسلبيات العاديه اللي موجوده في اي مشروع دايما بتحصل. يعني المقاولين دايما كان عنده بيبقى فيه معايشات في اوروبا للفرق هنا في داخل المنظومه قطاع الناشئين في المقاولين، لسه موجوده المعايشات في اوروبا ولا بدات؟ لا لسه موجوده، احنا لسه السنه اللي فاتت مطلعين 2 3 عملوا معايشات بره، وفي ناس جالهم ولكن لعبوا في دماغهم وكلاء اللاعبين ما رضيتش يمشوا، راحوا انديه ثانيه ما لمسوش الكوره ومش هيلمسوها وهكذا. لكن ما زالوا في دعوات جايه للناس عندنا برضو ان شاء الله. هنشوف الفتره اللي جايه دي محمد صلاح جديد ومحمد النني برضو موجود، كل هذا الكلام في الشعب المصري، انما ادي الناس عقليه ورجاحه مخ محمد صلاح. مهمه جدا في مجال الكوره. اللي هي مش العقليه اللي هي ايه؟ يعني انا كواحد ولي امر ولد قاعد دلوقتي بتفرج على ايه اللي حضرتك عايز؟ اقول لك مثال بسيط. انا سنه اول قبل ما يجي العقد بتاع محمد صلاح انا ما كنت ماسك في النادي موضوع التسويق الرياضي، ما كنت ماشي مع الكوره، كنت فاضي. لقيت المهندس ابراهيم محلب من ده في يوم بيقول لي عادل في لعيبه من الاهلي والزمالك، وانا شوف الموضوع ده في لعيبه كتير عايز يروحوا الاهلي والزمالك ودول من الناشئين ما يعرف تروح حاضر. فجبت مش ناسيهم محمد صلاح وباسم علي وعلي فتحي. واحد احترف واثنين، واحد راح اهلي واحد راح زمالك. اسمع بس الحديث للاخر. ماشي. انا بتعمد احكيه. اتفضل يا شباب. فانا وانا قاعد معاهم بقول لهم يا اولاد انتوا كويسين وبتاع، وعموما الاهلي والزمالك طالبينكم. لكن انا بصراحه
مش شايفكوا في الاهلي والزمالك، انا شايفكوا بره. اول واحد رد بلا تردد كان مين؟ محمد صلاح. قال يا باشمهندس عادل بالنص كده وهو موجود، انا مش هلعب كوره في مصر الا في نادي المقاولين العرب يا بره. يبقى دي بدايه العقد الراجح اللي بيدور على فكر راجح. خلاص باسم ربنا يوفقه، يعني ما علي فتحي قال لك هتدينا كام؟ انا قعدنا بتعرف كلام، وانا عارف الكلام ده هيوصله، لان انت سالت سؤال لازم اللعيبه تاخده مثال. صحيح. قال لي طب هتدينا كام؟ قلت له لا، اذا قعدتكم هنا هبص فيها، واذا كان الكلام ده كله حتى يمكن يفكرني بالموضوع ده. باسم ربنا يوفقه دايما، وفعلا عملت لهم ثلاث لعوم. خلي بالك بقى الثلاث افكار. كل واحد فيه علي فتحي فين؟ باسم علي فين؟ باسم وبياس، ولكن الاصابات هي اللي ومحمد صلاح فين؟ رديت على السؤال؟ صحيح. عرفت العقليه؟ الحمد لله. طيب احنا طبعا ما ينفعش نبقى في وجود حضرتك وما نسالكش عن الطفره اللي حصلت لفرقه المقاولين العرب الفريق الكبير، يعني من نهايه الموسم اللي فات والمقاولين كان بينافس على المربع الذهبي، السنه دي ما شاء الله الله اكبر نمسك الخشب اهو، المقاولين ماشي اول، نتائج مميزه بمجموعه لاعبين بمصروفات بفلوس قليله جدا. عايزين نعرف السر يا كابتن. اولا السر في اللعيبه. خلي بالك الاداره المهندس محسن مولينا كل شيء، لكن ناخدها بقى هم ثلاث اجزاء. إدارة، مهم الإدارة الأول طبعا، لأن أنت عندك مدير فني كويس ولاعيبة كويس ومفيش إدارة والعكس. عايزين نعرف من باشمهندس محمد عادل النهارده سر تفوق المقاولين العرب النهارده، ما شاء الله أكبر الفرقة ماشية بخطة ثابتة مع الكابتن عماد النحاس، السنة اللي فاتت كنتوا بتنافسوا على المربع الذهبي والسنة دي ما شاء الله ماشيين أول. لازم نتكلم يعني بصراحة، أي منظومة في الدنيا وفي كرة القدم إدارة، جهاز فني، لاعبين. الاداره عندنا ممثله في المهندس محسن صلاح سبورت لكل هذا الكلام، وسايب الحريه للجميع ان يوصلوا لي الهدف بتاعه، ودي دايما نظام المقاولين العرب بحد الاهداف وحاسب عليه. عندنا مجموعه من اللاعبين على مستوى خلقي وفني عالي جدا وعندهم روح عاليه، وهم اللي عايزين كده، فهم دول بيشجعونا. عندنا جهاز فني بقياده كابتن عماد النحاس والفريق المعاون ليه، كابتن علاء عبد الغني، كابتن رامي عادل، كابتن رامي ربيع، كابتن احمد زهران، كابتن فتحي مدرب حراس المرمى، كل دول بيولدوا في الاخر منظومه ناجحه. كابتن عماد من المدربين ان شاء الله اللي هم يستحقوا ان هو يوصل لمنتخب مصر، واعتقد انه قريب ان شاء الله. فبالتالي انت عندك المنظومه متكامل، يبقى التوفيق من عند الله، لان برضه في النهايه كل شيء بامر الله وتوفيقه، لكن النوايا خالصه وكل بيشتغل، وبشكر لعيبتي لان هي اللي مطمعاني في هذا الكلام. ان شاء الله ممكن نشوف المقاولين العرب السنه دي مع الكابتن عماد النحاس وحضرتك، نشوف النهارده المقاولين بينافس من تاني وجديد على الدوري، بينافس من جديد على ظهور في الافريقي. نتمنى هذا، لان احنا حاطين هدف السنه دي ان شاء الله ان احنا نلعب في افريقيا، سواء عن طريق كاس او عن طريق الدوري باذن الله. كان في تصريح سخن قوي من حضرتك في مره قريته لحضرتك، ان انت قلت ان الكابتن عماد النحاس لما تذكر اسمه ان هو يبقى مدرب عام في المنتخب، قلت لا عماد النحاس ما ينفعش الا يبقى مدير فني المنتخب. دي حقيقه، شخصيه الكابتن عماد باللي انا شفته، خلي بالك انا في مجال الكوره والاحتياج بالمدربين من اكثر من يعني، بس مش عايز اقول عشان ما حدش يعني اقول 20 سنة على الأقل. كابتن عماد إن شاء الله إن شاء الله هيبقى حاجة مشرفة للكرة المصرية بإذن الله. طموحاته وإدارته ومستواه وفنياته تؤهله إنه يمسك منه، وما تقولوش نبقى تاني في أي حتة، لكن تقوله دايما يبقى أول. لو حبيت حضرتك تدي رسالة للاعبي المقاولين الفريق الكبير الأول تقول لهم إيه؟ أول حاجة زي ما بقول لك أنا بشكرهم وبطلب منهم الإصرار على الهدف اللي اتفقنا عليه من اول السنه علشان نقدر نحققه، ومش هنحققه الا بيكوا واحنا وراكوا في ظهركوا ونوفر لكم كل الدعم. رساله حضرتك بقى لقطاعات الناشئين،
لنادي المقاولين والانديه الاخرى؟ يعني انا عايز من حضرتك كده رساله لكل قطاعات الناشئين في مصر وعلى راسهم المقاولين العرب. ما فيش شك ان رساله لقطاع الناشئين، انا بحيي كابتن رضوان بفرق كل الفريق اللي معاه اللي بيعمل السنه دي، لكن لسه ده احنا بنقول يا هادي، انا منتظر منهم الكثير، منتظر منهم لعيبه تغزو مصر كلها تكون من نتاج المقاولين العرب، واحنا لسه في اول سنه، فانا بديهم الفرصه، لكن بقول لهم لسه بدري قوي قوي قوي، ده اول خطوه، احنا المشوار قدامنا طويل، لازم عندنا الاصرار والعزيمه والقوه والثقه في النفس على تحقيق هذا الهدف. متشكرين لحضرتك يا باشمهندس محمد، متشكرين لحضرتك، ربنا يخليك. ورجعنا لكم تاني بعد التقرير المهم اللي مع الكابتن باشمهندس محمد عادل. معايا ومعاكم النهارده واحد من اكبر المستثمرين الرياضيين في مصر، معايا ومعاكم النهارده المهندس وليد السعيد. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ نورت اسره برنامج صرخه ناشئ ونورت القناه. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا باشمهندس. باشمهندس وليد، في البدايه حابين نتكلم عن الاستثمار الرياضي في مصر واهداف شركه سيري دبليو في الاستثمار الرياضي في مصر. والله اهدافنا كتير جدا. لا احنا عندنا اهداف كتير جدا، يعني احنا الحمد لله بادئين بقالنا 3 سنين تقريبا في الاستثمار الرياضي في مصر هنا. طبعا حققنا حاجات كتيرة جدا، يعني عملنا اكاديميه من اكبر الاكاديميات الموجوده في مصر، يعني بتشتغل بطريقه علمي شويه، حتى الناس الدارسين، يعني عندنا الدكتور علاء اللي ماسك اكاديميه درس في جامعه لايبزيغ في المانيا، عندنا المدربين برضو بنديهم كورسات الفتره اللي جايه برضو في نظام التدريب الاوروبي، يعني اكتر عندنا، يعني لا شغل كتير جدا الحمد لله في الاكاديميه. عندنا برضو تسويق رياضي، احنا عندنا السنه اللي فاتت سوانا حوالي 7-8 لعيبه في الدوري المصري، في عندنا كذا لاعب طلع فتره معاشات برضه بره اوروبا في اسبانيا والمانيا وايطاليا، في عندنا كذا واحد الحمد لله رب العالمين طلعوا. لا عندنا خطه ان شاء الله، خطط الفتره الجايه ان شاء الله اللي احنا يكون عندنا نادي كمان لينا احنا ان شاء الله، يكون عندنا قطاعات ناشئين بتاعت سيري دبليو، مدرسه كوره على اعلى مستوى ان شاء الله الفتره الجايه، فكر اوروبي يعني ان شاء الله، اشتغل مع ناس من اوروبا يعني ان شاء الله الفتره الجايه. فلا عندنا خطط كبيره جدا. الاهداف اللي حضرتك بتقولها ان شاء الله ان المستقبل هيبقى فيه اهداف مختلفه عن طبعا لا كتير كتير جدا ان شاء الله، يعني في خلال لا الموسم الجديد ان شاء الله في مصر هيكون مختلف ان شاء الله. احنا دلوقتي الفتره الجايه عندنا ان شاء الله خطه ان احنا يكون عندنا نادي، يعني ممكن الموسم الجديد ان شاء الله يكون سيري دبليو موجوده ان شاء الله كنادي في الدوري. دي حاجه حصريه لصرخه ناشئ. ان شاء الله لا. فلا عندنا خطط كبيره جدا ان شاء الله في مصر، في مصر يعني الفتره الجايه اللي احنا نعمل في قطاعات الناشئين وبراعم على حاجه على اعلى مستوى. طبعا الاهتمام، ما فيش لعيب بيطلع لعيب كوره غير لما يكون متاهل من وهو صغير. صحيح. طبعا دي مش موجوده في مصر، يعني الحاجات دي مش موجوده في مصر. لا بس احنا عندنا خطه كبيره جدا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله نشتغل فيها كويس ان شاء الله. بنشوف دايما الاكاديميات في مصر الا ما رحم ربي جزء بسيط جدا المرخص منها. ايه السبب ان الاكاديميات ما بتحزوش على حزو ان احنا ان هي ترخص وتعمل؟ هل دي في تعقيدات في الاوراق والحاجات دي ولا انت حضرتك شايفها ازاي؟ بص اقول لك حاجه، طبعا المانيا كانت من اكبر الاكثر الدول اللي كان عندها خطط مستقبليه للرياضه، عندها للنهوض بالرياضه. للنهوض بالرياضه. طبعا جه بعدها انجلترا وجه بعدها اسبانيا والكلام ده، فطبعا بدليل هي كانت الفترات اللي فاتت المانيا كانت هي متقدمه جدا في موضوع كاس عالم وكذا حاجه في الدورات الاوروبيه والكلام ده كله، كانت المانيا نشطه رقم واحد. رقم واحد الفترة دي تراجعت لسبب، عندها كان برضو قلل شوية في موضوع قطاعات الناشئين والأكاديميات، عندهم أكاديميات خاصة كتيرة جدا برضو هناك، فابتدى هم كاتحاد أو كمسؤول رياضي هناك احتضنوا الأكاديميات ديت بره، وبقى هم اللي يصرفوا عليها مش بياخدوا منهم فلوس. الدولة اللي بتصرف. طبعا بتصرف عليها بس تحت إدارتها، يعني أنا أنا حضرتك تيجي تتعلم مني وتاخد الدورات التدريبية اللي أنت بتشتغل بيها هناك، عشان انا بدل عندي مثلا انديه مثلا 18 نادي درجه اولى او 20 نادي درجه اولى، اكتر من درجه يعني من اول اللي هم الدرجه الرابعه لغايه الممتاز هناك في المانيا والكلام ده كله، حتى عدد الانديه صغير. فقطاعات الاكاديميات الكتيره جدا، يعني احتضنوا تقريبا حوالي 1500 اكاديميه خاصه هناك احتضنوها هم، فعندهم قاعدات كبيره جدا ان هم يختاروا منها لعيبه كره القدم، يعني بقى هم حتى يعني بقى عندهم اختيارات كثيره جدا ان هم يختاروا عندهم بدائل. بالظبط. طبعا هم بس هم اللي بيصرفوا عليها، اما عندنا هنا لا طبعا، هنا في ورق لازم يتعمل، هنا في فلوس لازم تدفع، هنا في رشاوي لازم تتعمل معروفه جدا. لا ما بص عشان نضحك على بعض، لا لا صح الكلام ده كله، يعني كل حاجه لازم تمشي بالرشوه ولازم تمشي بالفلوس، وده طبعا مش موجود هناك، مستحيل حد يجي يرخص. دلوقتي معظم الاكاديميات انا عندي مثلا 100 واحد،
وكل واحد باخد منه 250 جنيه، فانا هديك عليه 10000 جنيه ولا 15000 جنيه. انا الكلام ده كله عشان يعني حضرتك شايف ان الاسباب اللي هي بتخلي عدم الاكاديميات ان هي ترخص هي التعقيدات الترخيصات. انت تاخد مني فلوس ليه؟ انت المفروض اصلا تساعدني يعني. انت المفروض هرخص عندك مفيش مشكله واشتغل تحتيك انت عشان تاخد لعيبه كويسه، اما انت عايز تاخد مني فلوس طبعا ده مفيش حد يعمل، لان معظمهم فاتحين يعني عشان يشتغلوا يعني. مزبوط. كل واحد فاتح يجيله 5000 جنيه في الشهر 3000 جنيه في الشهر، هيديك 10000 جنيه ليه ان شاء الله؟ فلا الموضوع صعب. طيب حضرتك كنت صاحب السابق في فكره دوري القطاعات في مصر، شفنا السنه اللي فاتت دوري قطاعات كان مميز جدا. هنبقى نعرض دلوقتي ان شاء الله للمشاهدين فيديو عن البطوله السنه اللي فاتت. حابين نعرف من حضرتك دوري القطاعات الدوري الاكاديميه السنه اللي فاتت كان شكله ازاي، وتصورك للجديد باذن الله. بص احنا كان عندنا خطه بس بصراحه يعني مش فشلت بناء على المدربين يعني اللي كانوا معانا. احنا كان عندنا محتاجين ان احنا كنا نبقى في تنافس كويس جدا على اساس اللي كل مدرب يكون عنده يعني يبتدي يدرب مظبوط، لان معظم المدربين يعني مش متعلمين اصلا خالص. يعني في فشل حتى في الكلام ده. فحبينا ان احنا نعمل ده بطوله يعني يبقى فيها تنافس، كل مدرب يعرف اللي هو خسر المباراه الجايه لازم يعدل المباراه اللي بعديها ويبتدي يتعلم ويبتدي الكلام ده. حتى احنا في معظم الايفنتات دايما بنكلمهم على الحاجات دي. لا ما لقيناش الموضوع ده كله، لقينا الموضوع كله هو فلوس. احنا طبعا بنعمل الكلام ده كله يعتبر بشبه ارقام عبيطه جدا يعني. احنا عندنا ثلاث فرق بيخشوا ب 5000 جنيه، يعني الفرقه ب 1500 جنيه بيلعب 10 مباريات. 10 مباريات في 10 مباريات في مسابقه الدوري، في مسابقه الدوري غير الكاس. احنا في كاس كمان غير الجواز الماليه. فهو اكنه ما بيدفعش حاجه خالص، هو ممكن ياخد من اللعيبه 500 جنيه للواحد. انت فاهمني ازاي؟ فطبعا لا بيكسب، فهو لا بيكسب كتير جدا، فهو مش همه الموضوع اللي انا اكسب ولا اخسر، المهم ان انا اجي لي 20000 جنيه في البطوله دي، 30000 جنيه في البطوله دي وانتهى الموضوع على كده. بس لا في ناس بتشتغل يعني، في ناس لا في ناس بتشتغل وفي ناس عكس كده خالص، لان الموضوع يعني ايه ما فيهوش زي ما احنا كنا عندنا خطه دايما بنفهمهم، بس لا مش عايزين. طيب يعني حابين رجعنا لكم تاني بعد التقرير المميز مع شركه 3W، وحابب ان انا اسال الباشمهندس وليد، شغل اوروبي ما شاء الله الله اكبر يعني. أوه. حاجه مميزه جدا، شغل احترافي، لعيبه بنظام، كل حاجه، لا تحس ان انت في اوروبا مش في مصر. امتى هنشوف الكلام ده بقى عندنا هنا في مصر يعني بشكل كبير بقى على كل المستويات؟ لما يكونش في وسايط في مصر. بص في مصر مشكلتنا اللي احنا ما عندناش حد بيتعين خبره. يعني مثلا اللجنه الخماسيه اللي موجوده الايام دي فيها مين؟ ما فيهاش حد اصلا خالص لاي يعني ملوش خبره في المجال. لا هو احنا عندنا كابتن محمد بلال، كابتن محمد فضل راجل كروي. مين محمد فضل؟ كابتن محمد فضل. مين محمد فضل؟ لاعب نادي الاهلي. لاعب نادي الاهلي، لاعب وسط في النادي الاهلي. خلينا نتكلم بصراحه. لا بس استنى بس استنى بس يعني محمد فضل تاريخه ايه في الاهلي؟ ما فيهوش، هو لعب سنه واحده وبعد كده راح. كلها بص انا الكلام ده انا عارفه، هو كله وسايط، ما فيش حد خبره. انا اي حد يمسك منصب في البلد لازم يكون خبره. انت دلوقتي مثلا واحد مالوش اي خبره في اي حاجه في حياته يمسك مدير بطوله، اذا كان الشركه اللي هي مسؤوله عن تنظيم البطوله هي اللي ماسكه الشركه، هو مدير البطوله ده مالوش اي علاقه ولا ليه اي لازمه في حياته، ده في شركه هي اللي بتدير الكلام ده كله. ايوه ماشي في المنظومه، بس اكيد برضو على راس المنظومه دي خبرة يعني. انا النهارده جبت محمد فضل هو اللي دار بطوله افريقيا، حتى لو هفترض مع حضرتك ان هي في شركه هي اللي بتدير المنظومه، بس على راس المنظومه القائد بتاعها يعني. حضرتك عامل شركه 3W، انت على راس المنظومه، اكيد انت حضرتك ما بتنزلش الملعب وبتشوف الناس بتعمل ايه والناس بتسوي ايه، بس انت على راس المنظومه مين؟ من فوق. بس انا بختار مين؟ بختار ناس هي كوادر بتعرف تشتغل في شغلها. بس هي الفكره الاختيار نفسه، الناس متعلمه يعني، الناس متعلمه وفاهمه ازاي هم بتشتغل. طيب مش عايزين نخوض في الموضوع ده. داخل التليفون لحضرتك، حابب حضرتك انت اللي تقول الو. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم كابتن ربيع. استاذ وليد منور. ازي حضرتك عامل ايه؟ منور الدنيا ومتالق، وربنا يوفقك دايما يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك عامل ايه؟ الله الحمد لله بخير يا حبيبي، كله بخير. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ازيك يا كابتن ربيع؟ محمد ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، منورنا والله، اتصالك على راسنا من فوق. وبرنامج قوي جدا ودايما بالتوفيق والنجاح دايما يا رب. ربنا يخلي حضرتك. معاك يا اخ محمد الاستاذ وليد، ما شاء الله حاجه يعني جميله. لا طبعا كنا لسه عارضين فيديو دلوقتي يا كابتن ربيع، شغل ما شاء الله الله اكبر، شغل اوروبي فعلا يعني، شغل اوروبي في الملاعب المصريه. اه طبعا راجل عنده ربه وعنده اصرار وعنده اراده وعنده نظام وعنده كوادر وعنده وطنيه كبيره جدا وعنده حب وعنده انسانيه وعنده فنيات، عاوز يعمل حاجه يفيد الوطن. فطبيعي جدا لما الولد يلاقي ملعب، الولد يلاقي حكم، الولد يلاقي تنافس، الولد يلاقي ماتش كوره طول السنه، ماتشات كوره. هي الحاجات دي اللي طلعت ربيع ياسين واحمد حسن وعلي خليل وطارق خليل، هي الحاجات دي كلها. دوري المدارس بتاع زمان
فاللي اقصده انه عامل حركه كويسه جدا ومهتم، وعامل دوري قوي جدا ومهتم بقى بالاكاديميات والشغل والدوري وحاجات كتيره جدا، ربنا يبارك له. وان شاء الله يعني حاجات دي كلها تفرز لعيبه باذن الله تبقى اضافه قويه جدا للفرق باذن الله تعالى والمنتخبات القادمه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. كابتن ربيع، حابب اسال حضرتك، طبعا انت النهارده على راس المنظومه لمنتخب 2001، بنشوف حضرتك في كل المباريات، البطوله اللي كانت في تونس حققت نتيجه كويسه، لسه كابتن ربيع بيدور في المباريات الدوري لفرقه 2001 على لعيبه، لسه في وجوه جديده ممكن تبقى الفتره اللي جايه في المنتخب ان شاء الله؟ انا بدور، لان انا مش ممكن اقعد ولا انا عمل لسه ما عملتش حاجه، عملت زي كويسه لكن انا لسه عندي نواقص كبيره جدا في بعض المراكز، طموحي اكبر. احنا خلي بالك البطوله نظامها اتغير، بقينا شمال افريقيا مع بعض، يعني انا واجه تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر، دول الخمسه مع بعضين وهياخدوا فرقه واحده على امم افريقيا، صعب جدا. طبيعي جدا، انا كنت يوم الجمعه اللي فات ماتش الزمالك، ماتش الزمالك كان امبارح، والجمعه اللي قبله الاهلي والانبي، وطبعا مع الجهاز بقى في كل حته منتشرين. طبعا ما اقدرش ان انا اقعد، لان انا لسه بعمل فريق في نفس الوقت، ما ينفعش اقول ان انا السن ده بيروح ويجي، سن مهم جدا، وبعدين مطلوب شغل كتير جدا، يعني حجم الشغل الاداري والفني لبناء منتخب وجيل يتواصل مع اللي قبله واللي قبله واللي قبله. الكره المصريه مش بسهوله اقول انا عملت، لا، فهنشتغل ولسه التصفيات، فطول ما عندي وقت بشتغل وبلف وبروح واشوف وادي فرصه للجميع ووسع الدايره برضه في الاختيارات، لكن اكيد عندي هيكل موجود بشتغل بيه في الماتشات، عندي عدد من اللعيبه معين بشتغل بيه والباقي بشوفه، وفي نفس الوقت فاتح الدنيا لكل اللعيبه في امل يلا شد حيلك انا ما لسه موجود، وخد بالك وبتواصل مع كل العناصر حتى الناس اللي مش عندي بتواصل معاهم، اقول لهم شد حيلك انا عيني عليك، عاوزك تبقى كذا كذا كذا، بدي له مواصفات اللاعب الدولي في الشخصيه في الفنيات في ثبات المستوى في التطوير، حاجات كتيره جدا، والولاد متجاوبين جدا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل منتخب يشرف الكره المصريه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. كابتن ربيع، الناس كلها عندها امل كبير في حضرتك، لان نجاحاتك السابقه مع المنتخبات المصريه المختلفه خلت عاتق الامل على حضرتك كبير جدا في ان احنا ان شاء الله مش الوصول بس لامم افريقيا، الوصول لامم افريقيا والوصول لكاس العالم باذن الله. كابتن ربيع، الامل في الله سبحانه وتعالى ثم العمل، ربنا بيحب الانسان اللي بيعمل، وانا بعمل وبجتهد وبشتغل بما يرضي الله، وامين جدا وبشتغل باداريات وفنيات عاليه جدا وباخلاص غير عادي، لان ده دي وطنيه رقم واحد، اثنين ان بعمل جيل لمصر بلدي وطني اللي انا عايش في خير والحاجات دي كلها، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونكون على حسن الظن ونقدر نعمل حاجه نشرف بيها مصر ان شاء الله ونسعد بيها الناس بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. نصيحه اخيره بقى للكابتن الباشمهندس وليد السعيد، تقول له ايه عشان خاطر برضه نشوف اكاديميات الاستثمار الرياضي اللي على راسه الباشمهندس وليد السعيد ينجح في مصر وياخد بقى حزو اوروبا بالشكل الكبير اللي عامله الباشمهندس وليد؟ والله الباشمهندس وليد والراجل مش محتاج، الراجل جميل جدا والراجل متواصل والراجل افكاره عالميه الحقيقه، انا سعيد جدا بافكاره وسعيد جدا بحبه وسعيد جدا بجهده الفني الرائع، وعنده فنيات رائعه باذن الله تعالى ان شاء الله وليد يكون كادر كبير جدا نافع لله ثم للوطن، لانه يستاهل يكون في المنظومه باذن الله الرياضيه اللي هي محتاجه ناس مخلصه، ناس محترمه، ناس بتخطط، فان شاء الله بتمنى له التوفيق وبتمنى له الصحه والتقدم والازدهار، وان شاء الله هيعمل حاجه كبيره جدا باذن الله تعالى تليق بمكانته وجهده وشغله وعمله اللي دايما دؤوب فيه، وربنا يوفقه على طول للامام ان شاء الله تعالى باذن الله. احنا بنشكر حضرتك كابتن ربيع على المداخله ومتشكرين جدا لحضرتك يا فندم. شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا. نرجع تاني للباشمهندس وليد، الكلام الجميل من كابتن ربيع ياسين لحضرتك ان انت هتبقى على عاتقك مسؤوليه كبيره جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله. عايزين نشوف يعني الناس كلها مستنيه فعلا الاستثمار الرياضي الحقيقي اللي هو مش عشان الفلوس، لا انت حضرتك عامل حاله جميله، يعني البطوله حضرتك كنت بتكلمني من الفواصل وبعضها بتقول لي البطوله كانت جوائزها كبيره، حابين نعرف كده البطوله كان شكلها ازاي يا باشمهندس؟ هي البطوله كانت دوري، يعني احنا عاملين دوري وكاس، يعني نفس الدوري 10 يعني اقل فرقه بتلعب 10 مباريات في السنه في السيزون، يعني او اربع شهور خمس شهور او ست شهور يعني بالاجازات يعني. فطبعا وزي ما قال كابتن ربيع، طبعا هو فكره الدوري اللي انت بيبقى فيه احتكاك، يعني صحيح. الاكاديميه يكون فيها احتكاك، كان في الاتحاد المصري كان عامل حاجه برضه الاكاديميات، بس فيها 10 اكاديميات ولا مش عارف سبع اكاديميات اللي موجوده، اللي هي الاكاديميات اللي مرخصه حاجه طبعا فشلت جدا، لان زي ما قلت لك الفكره مش فكره ورق، الفكره فكره الاحتضان نفسه، اللي انت ازاي تحتضن ناس ممكن تشتغل او ممكن ما عندهمش امكانيات كبيره، في ناس ما عندهاش امكانيات تدفع فلوس. ده حقيقي. خلاص يعني انا موتهم مثلا، في حد مثلا بيشتغل ما بياخدش من الاول، انا في عندي اكاديميات والله العظيم ما بتاخد فعلا من اولياء الامور من فلوس. أولياء خالص. اسف. فطبعا الحاجات دي كلها المفروض
احنا كمنظومه او يعني وزاره الشباب او اتحاد الكوره كمنظومه المفروض يحتضن الناس اللي فيها الحاجات دي كلها. يعني ازاي يلف في المحافظات، ازاي يعمل كذا، يعني الحاجات دي كلها المفروض اصلا يشتغل عليها كمسؤولين، يعني او كوزاره مسؤوله عن الشباب في مصر او الرياضه في مصر، فالمفروض يشتغلوا في الحاجات دي كلها. بس طبعا ما فيش الحاجات دي خالص. لا انت ما انا ما انت هتديني كام عشان انا اديك، وحتى لو اديتك انت مش هتديني اللي انا عايزه. احنا بنعمل بطوله فيها افتتاحيه جامده جدا، فيها ختم على اعلى مستوى، فيها جوائز ماليه، فيها احنا ملاعب 11 وملاعب سباعي وملاعب خماسي على مستوى حكام. يعني احنا عاملين حاجه كويسه جدا، ما بناخدش من حد ايه فلوس غير الاشتراك اللي انا قلت لك عليه دوت. والاشتراك ده احنا بنحط كمان عليه الاشتراك ده عشان يجي المباريات. صحيح. لان هو لو ما دفعش اشتراك مش هيجي المباريات. انا ممكن النهارده مكسل مش هاجي، بس لما يجي يدفع فلوس وياخد فلوس من اولى الامور يضطر ان هو غصب عنه لازم يجي. بس هي ده موضوع، حتى الفلوس اللي احنا خدناها مش خدناها عشان مثلا حاجه، هو مبالغ بسيطه جدا على اللي احنا بنعمله، الشغل اللي احنا موجود معاه. لا بس المفروض الناس المسؤولين وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره لا يكونوا مسؤولين عن الناس دي. الناس دي بقت امر واقع اصلا موجوده في الدوله، يعني الناس دي بقت موجوده. صحيح. وبتاخد، لازم هو ذات نفسه يكون حتى ليهم سبوت عليهم. انا ممكن انصب على حد زي ما قال مثلا ان انا في واحد مستثمر اشترى بتاع المقاولين، قال لك ان في واحد مستثمر اشترى بمليون جنيه وخد من اولياء له 50,000 جنيه. طب انت ابنك ما يعرفش يلعب، تديله 50,000 جنيه ما هو هيقعده على الدكه. ما هو كده كده مش هيلعب كوره. ما هو المفروض انت كولي امر تفهم ان ابنك ده لازم يتعلم عشان يوصل للمرحله دي. اديت فلوس هيقعدوا لك على الدكه، انت بس اسمك دخل الاهلي او دخل الزمالك او دخل المقاولين؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده كله، لازم يتعلم ويتاهل عشان يبقى يوصل للمرحله اللي هو بيلعب كوره. هنشوف في المرحله الجايه. انا شايف ما شاء الله اكبر الفكر بتاع حضرتك فكر مستنير وفكر مميز. يعني هنشوف بقى في الفتره اللي جايه دي ممكن نشوف مثلا شركه 3 دبليو بتطوف المحافظات. ان شاء الله. لا بص، قطعت النشيل عندي ان شاء الله اللي انا هعمله، الموضوع هيبقى مختلف 360 درجه عن اي حاجه تتخيلها في حياتك. يعني احنا لا عندنا اللي يخش عندنا القطاع هيكون بيعرف يلعب كوره. عايز تتعلم انزل الاكاديميه هعلمك. انا ما بقولكش مش هعلمك انت، يمكن انت عايز تتعلم، لا هات هيعلمك في الاكاديميه، بس مستحيل تطلع قطاع شنيع غير لما تكون كويس. غير كده لا. يعني انا مستحيل اعمل كلام، انت مش عاجبك براحتك خد ابنك وامشي. يعني خلاص انت عايز تتنصب عليك وعايز يضحك عليك في روح انت في اي مكان انت عايز تنصب عليك. انا لا، انا انت عايز ابنك يتعلم سنه 2 3 وبعد كده طلعوا لك قطاعات ناشئين. انا ما عندي استعداد لو ابنك كويس جدا، ما انا كده كده هاخد، مش هاخد منك، انا مش عايز منك فلوس. لا اتعلم الاول بعد كده يطلع قطاع ناشئين، انا حاجه كويسه جدا بالنسبه لي. اما لا انا عندي فكره ان انا اخلص الموضوع قطاع ناشئين، وعندي كمان مفاجات طبعا بره اوروبا. يعني الشركه عندنا ان شاء الله بتاسس حاجه دلوقتي بره في اسبانيا ان شاء الله. يعني معانا تليفون من خارج قارات، من خارج مصر خالص، معانا تليفون من اسبانيا. كابتن اسامه. استاذ بالظبط كابتن اسامه. ازي حضرتك عامل ايه؟ عليكم السلام كابتن. ازيك يا كابتن اسامه؟ الله يبارك فيك. ازي حضرتك يا فندم؟ انا اسف، انا في القطر الفريق الجلاس جاي راجع من برشلونه من فاليسيا على مدريد، فمعلش سامحيني سامحوني عشان الصوت بس يعني. لا يا فندم الصوت واضح ان شاء الله. الله يبارك فيك. كابتن اسامه صالح، انا حابب اسال حضرتك ايه السن المميز لخوض الناشئ فكره الاحتراف في اوروبا؟ يعني امتى ابتدي اقول للناشئ يطلع اوروبا من السن ده؟ لان طبعا في مشكله في طبعا عشان يطلع اوروبا دي تكلفتها كتير عاليه. مكلفه الحياه في اوروبا مكلفه بالنسبه للمقارنه بالنسبه لسعر العمله يعني. ولكن انا فيها في فرصه ان احنا نقول الولد يعيش في اوروبا ويتاقلم ويتفلسف الحياه الاوروبيه وكده. الوضع مختلف لان هي طبعا اوروبا كل ما هو جديد في كره القدم موجود في اوروبا. اكيد طبعا عندنا نقول في 16 سنه 15 سنة يعني خصوصا لما يكون لاعب مميز او عنده كرة عالية يقدر نستفيد بيه. يعني يقدر عنده 18 سنة 17 سنة هيبقى عنده شيء كويس جدا خصوصا لما يكون خارج مميز من مصر. كابتن اسامه صالح، حابب اسال حضرتك عن الشغل بتاع شركة 3 دبليو على راسها البشمهندس وليد سعيد هنا في مصر، ايه رأي حضرتك فيه؟ نعم طبعا حاجة كويسة جدا. انا يعني كنت مدعو لحضور حفل افتتاح بتاع بطوله هو بيعملها بطوله اكاديميات. انا هنا يعني كشركه اسبانيه بننظم بطولات هنا في اسبانيا. يعني اتفاجئنا بالعدد اللي هو ما شاء الله الفرق المشتركه في البطوله بيعملها الاف. يعني ما شاء الله احنا هنا عندنا في اسبانيا بنعمل بطوله بيجيها في بطوله فريق ممكن نقول لك يعني مثلا نقول مثلا 3000 فريق 3000 لاعب، لكن لما الاستاد بيجي 9000 لاعب دي حاجه كويسه جدا، معنى كده ان هو بيعمل حاجه كويسه. لو في رساله حابب الباشمهندس اسامه يديها للباشمهندس وليد النهارده على اساس ان يبقى ان شاء الله مشروع الاكاديميات ومشروع شركه 3 دبليو في مصر تبقى نوايا كبيره لاحتراف اللعيبه في اوروبا.
اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا الفرصه دلوقتي هيكون معظم شغل الاكاديميات معمول في الوقت الاستثماري من الف للياء. ولكن انا ملاحظ ان مستر وليد يعني هنا توفير الماده او توفير اللي هي العناصر اللي هي المطوره للمجال سواء كان مدربين اجانب او سواء كان سفر او كده مستر وليد بيتكفل فيه او بيقدر يساعد فيه، ده شيء جميل جدا وده مش سهل يتعمل. يعني معنى كده ان الراجل يعني عايز يعمل حاجه بعيد عن المكتب المادي، دي حاجه تجذبني بصراحه. احنا فقط محتاجين حاجه فوضيه، يعني مشاريع فوضيه تفيد للبلد، تفيد للناشئين، تفيد للقطاع الناشئين اللي هو النواه الثانيه التحتيه بتاع المجال. ده حقيقه يا كابتن. فده بصراحه احنا نفسي ان احنا نتكاتف ويكون في زي مستر وليد كده واحد واثنين وثلاثه وعشره. عايزين نطلع 100 و200 300 يطلعوا يمشوا بره الثانيه حتى لو فترات بسيطه. في ناس بتطلع تتكلم على الوضع الاوروبي وتشوف الفلسفه الاوروبيه في التدريب عامله ازاي. صحيح. نصيحه حضرتك لرؤساء الانديه في مصر ان هم يدوا فرصه للناشئين للاحتراف، يعني نصيحه حضرتك تقول ايه لرؤساء الانديه في مصر اللي هي ساعات بتمسك عند ارقام كبيره جدا عكس افريقيا اللي بنشوف فيها لعيبه بالمئات في اوروبا والدوري المصري ما بيفرزناش غير 3 4 بس في اوروبا. انا عاوز ثقافه عامه، انا هقول لك على حاجه هتزعلك. السنه اللي فاتت مصر كان معايا موافقه من 10 انديه اوروبيه. ده حقيقي يا كابتن. انا هاخد سكاوتنج، هاخد سكاوتنج لكل نادي. تخيل بقى الانديه دي كلها مواطنه ايه بقى؟ من اسبانيا، من فرنسا، من هولندا، واسماء كبيره. هي دوري ممتاز. هجيب سكاوتنج يعني نشوف اللعيبه ياخدوهم من الانديه الكبيره. تخيل اديت الورق العروض ديت قعدت مع النادي الاهلي، اخدوا الورق وحطوه في الدرج. تخيل. احنا عندنا ازمه فعلا في الموضوع ده يا باشمهندس. ايه ايه انا مش عارف ان احنا بنفكر ازاي. احنا بنفكر ازاي مش فاهم. يعني المصلحه العامه فين؟ ده حقيقي يا فندم. شاكرين للاستاذ اسامه صالح على المداخله الجميله دي وبنشكره ان شاء الله على وعد باذن الله لما تنزل زياره في مصر تبقى معانا في حلقه من الحلقات تدي روجيتا للقطاعات الناشئين في مصر. شاكرين يا باشمهندس. نرجع تاني للباشمهندس وليد السعيدي اللي منورنا النهارده في الحلقه والكلام الكبير ده. حابين نسال حضرتك بقى سؤال، لو حضرتك المسؤول الاول في الرياضه المصريه، ايه ازاي تغير من خريطه القطاعات الناشئين في مصر؟ هنعرف الاجابه بس بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وحابين نفكر الساده المشاهدين بالسؤال اللي سالناه للباشمهندس وليد، لو حضرتك مسؤول في الرياضه المصريه ازاي ننهض بقطاعات الناشئين في مصر؟ طبعا معظم قطاعات الناشئين عندنا في مصر والانديه المدربين عندهم مدربين هواه. هو لعب كره قدم شويه فخلاص بقى خد دوره السي والاي واللي هو ده كله بيتاخد اصلا بالورق، يعني ممكن ما تروحش وتاخد البتاع وانت قاعد في البيت ب 500 جنيه كمان. فطبعا عشان تنهض بالكلام ده كله لازم الناس دي تتعلم. لازم الناس دي تكون متعلمه اصلا، تتعلم ازاي اصلا. يعني بره مصر الموضوع مختلف شويه في التعليم، جامعات اساسا مبنيه على بس النهوض بالرياضه. اي جامعه رياضه، مش لازم رياضه كره قدم، في حاجات كتيره جدا، السباحه، الطايره، التنس، الباسكت، اي لعبه في اي لعبه في العالم لها تعليم. لو ما عندناش الكلام ده كله يبقى لا هتفضل زي ما انت موجود. انا دلوقتي معظم الانديه رشاوى شغاله، بلعب ابنك النهارده، لا بقى قاعد ابنك عشان ما اديتنيش، بمشي ابنك عشان كذا، فطبعا ده كله موجود. دي طبعا مظبوط على لازم 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 المسؤولين يكون عندهم مظبوط على الانديه دي. انا ازاي يكون انت عشان تبقى انت مدرب في في في, في الانديه لازم تكون انت راجل متعلم معاك شهادات، وشهادات كمان تكون شهادات موثقه جدا مش شهادات مضروبه زي ما موجودين الكلام اللي انت عارفه ده. كنت دورات اي دورات وخلاص ب 500 جنيه ب 1000 جنيه تاخد تبقى مدرب كره قدم. لا طبعا الموضوع مختلف، لا الموضوع مختلف في التدريب كمان. احنا عندنا مثلا خطه في التدريب مثلا في البراعم الاطفال الصغيرين مثلا، واحد عنده خمس سنين، خمس سنين دوت ممكن بواحد عمره خمس سنين تاني ما ياخدش نفس التمرين بتاعته لان عضلاته اصلا مش مبنيه كويس. فطبعا لو اديته نفس التمرين ده هيبقى في مشكله عنده هو في بعدين في مستقبليا يعني. فتبص تلاقي معظم حتى تلاقي ناس عندها مشاكل كتير جدا في سن متقدم، يعني ممكن يوصل 18 سنه اصلا يبقى عنده مشاكل في العظم، مشاكل في النمو، لان هو اصلا من صغره اتدرب تدريبات غير صحيحه مش التدريبات بتاعته. فطبعا لازم تعليم، لازم يكون عندنا ناس مؤهلين اللي هي ازاي تبني، ازاي نكشف على الطفل اللي هو داخل العبه ايه، هل هو سنه ده يقبل التمرينات دي ولا لا،
الكلام ده كله بره موجود، مش موجود عندنا في مصر. انا بفتح اكاديميه عندي 4 سنين، اجري ابني حوالين الملعب وخلاص. ده حتى التسخين بتاع بره مختلف عن التسخين في مصر. يعني انا كنت بتفرج على مباراه اتلتيكو بالباو، والتسخين ربع ساعه مختلف، مفيش بقى حوالين الملعب واجري، مفيش الكلام ده كله. بالكوره وانت واقف دايره، وانت واقف المعد البدني واقف في وسطيك، وانت ازاي بتشتغل بالكوره وانت واقف. بس هي المشكله يا باشمهندس وليد في المدربين بس؟ يعني هي مشكله القطاعات الناشئين كلها في مصر في المدربين؟ طبعا. ما انا كقطاع ناشئين، انا باهل مين بديله المسؤوليه دي؟ ما هو المدرب والنادي المسؤول. طبعا النادي مسؤول كبير جدا في الموضوع ده، وبرضه على رأسهم المنظومه الرياضيه. بس انا بكلمك، لازم ده يتعلم. ما انت لازم تبني الاول تحت عشان تطلع فوق. ما هو دلوقتي ماشي، انا كفوق هتظبط الامور تحت، اقول لك يا جماعه لازم يبقى في تعليم. بس هل انا عندي رقابه عليهم؟ لا، مفيش رقابه عليهم. انا النادي كرقابه عليه، انا نادي، انا اكاديميه عندي مدرب، المدرب ده مش كويس امشي، هجيب واحد غيرك، هجيب واحد متعلم عندك، انا اللي بعمل كده مش المدرب. هو المشكله في الاسعار. يعني اهلي، انت متخيل دلوقتي المدربين قالوا تاخد كام؟ من 2500 جنيه و2000 جنيه لغايه 4000 جنيه. بس اسمه بيلعب في الاهلي، بس اسمي انا بلعب في الاهلي وخلاص، اجيب اي حد بقى. والله العظيم مش بهزر، انت متخيل النادي الاهلي بيدي مدربين للقطاعات كده؟ يعني على واحد ممكن 8000 جنيه. انت يعني متخيل النادي الاهلي بيعمل؟ فهو بيجيب اي حد، مش فارق معاه الكلام ده كله. انا كده ما باخدش قطاعات ناشئين اصلا. هو انت فاكر الاهلي بيعمل قطاعات ناشئين؟ هو مين في الاهلي دلوقتي بيطلع قطاعات ناشئين؟ كلهم مشتريهم، مشتريهم. يعني الزمالك نفس، كل الانديه نفس السيستم، ما حدش عنده قطاع، كله بيبقى يبيع. كله بقى تسبوبه وتدفع فلوس قد ايه. طيب انا حابب اسال حضرتك، انت دايما التجول في اوروبا، بتشوف الكره الاوروبيه، بتشوف القطاعات الناشئين في اوروبا، ازاي ان انا اوصل الكره المصريه ان احنا نمشي على نهج اوروبا في قطاعات الناشئين في مصر؟ تعليم برضو طبعا. هنرجع للنقطه الاولانيه. بص، هو لازم تتعلم. يعني حضرتك ينفع مثلا تسوق عربيه من غير ما تتعلم؟ لا طبعا ما ينفعش. حضرتك تنفع تتكلم انجليزي من غير ما تتعلم؟ هتخبط. ما هو انت مش هتعرف تتكلم انجليزي. يعني اي حاجه محتاجه في الدنيا تعليم، لازم تتعلم عشان تبتدي تطور قطاعات الناشئين عندك. لازم يكون انت، بس الكلام ده لازم يجي من فوق. يعني كوزاره انا اجي اقول مثلا لا، انا مش هقبل اي مدرب خالص غير لما اجيب مثلا شهادات من 1 2 3. ما هو بيحصل. شهادات مشكله. يعني انا النهارده انا مش لازم يكون في امتحان. بص دلوقتي، انا كوزاره بعمل دوره تدريبيه، صح؟ عند اتحاد الكره. هو اللي مسؤول عن اتحاد الكره. ما انا يعني انا ما باخدش في الكلام ده، لان يعني ما بحبش. انا مش مدرب اصلا. يعني انا حتى في الاكاديميه عندي انا مش ما اعرفش فيه. في ناس مسؤوله عن الكلام ده، هي التقارير. فلا، انت لازم تتعلم، ولازم يكون عندك دورات تدريبيه، ولازم انت تبقى عندك امتحانات، ولازم الوزاره يكون عندها حاجات زي كده كتيره جدا. انا عندي مدربين بيشربوا بلاو زرقاء، انت فاهم؟ لا مش عندي في، يعني قصدي في مجمل الموضوع. أيوه كده. هو مدرب يبقى انت قدوه. هو انت قدوه؟ انت قدوه بتسيب الدين في الملعب، انت قدوه بتشتم في الملعب. ما فيش قدوه. اهم حاجه التعليم والقدوه والادب والاحترام. الرياضه دي احترام. زعق براحتك. من كتير مدربين بتزعق وبتمسك في الحكم والكلام ده عادي. بس في، هل ده هيعود على ايه؟ هيعود على اللعيبه عندك. يعني انا دلوقتي لو انت حضرتك واقف مع ابنك وعملت حاجه معينه، فممكن ابنك يعملها، هيلقط منك. صحيح. لان هو خلاص انت قدوته، المدرب ده قدوه للناس دي. فانت لو اصلا ما يعني ما عندكش ادب، ما عندكش احترام، ما عندكش فكر، طب ما انا هعلم دول ازاي؟ صحيح. مستحيل ان انا اعلمهم. فلازم تعليم في كل بقى، ادب واحترام، وازاي اللي انا يبقى عندي فكر، وازاي اللي انا اطور نفسي، وازاي ادور الناس الموجوده معايا، ازاي الموضوع ما يكونش سبوبه. هي الموضوع كله. اكيد حضرتك بتسمع، زي ما كلنا بنسمع، ان في مواهب بتختفي عشان ما معهاش واسطه وما عندهاش فلوس وما عندهاش. ممكن نشوف المهندس وليد سعيد ظهر للناس اللي هي موهوبين فعلا في مصر؟ ان شاء الله لما نعمل النادي بتاعنا ان شاء الله في خلال 6 شهور الجايين ان شاء الله. طبعا طبعا. انا زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، اللي انا مش هاخد اي حد ما بعرفش يلعب كوره. عايز تتعلم؟ اتعلم، هنعلمك. بس في قطاعات ناشئين لا، الموضوع عندي مختلف 360 درجه. ما يعني مختلف خالص. لا لازم يكون عندنا، لا في ناس طبعا، في كشف هنا يكون عندنا، في مكتب هيكون لينا في كل محافظه. يعني ان شاء الله نعمل مكتب لكل محافظه عندنا، للشركه في كل محافظه هتفتح هناك فرع للشركه والاكاديميه والكلام ده كله. يكون في مكتب عندنا برضو في موضوع الاستنقاء اللاعبين، واللاعبين كويسين نبتدي احنا نجيبهم. هنرجع شغل الكشافين بتوع طبعا طبعا. لا لازم اعمل الكلام ده كله ان شاء الله. بص يعني انا ليا فكر شويه مختلف. لا فكر شويه مختلف. يعني ان شاء الله ممكن اوصل يوم في الايام الانديه خلاص تاخد قطاعات ناشئين مننا. الانديه لما تحب تاخد لعيبه تاخد من سري دبل ان شاء الله، لان احنا هنشتغل بفكر اوروبا. مستحيل اشتغل بفكر مصر خالص ولا مدربين مصريين. احنا العصفوره كانت قالت لنا ان في الفتره اللي جايه دي في حاجه مميزه جدا جايه في مصر من خلال شركه سري دبليو. عايزين نعرف مين العصفوره؟ طيب عصفوره بقى. عايزين نعرف. أنا عارف إيه؟ العصفوره. عايزين نعرف بقى حكايه التطور اللي هيحصل في شركه سري دبليو الفتره اللي جايه. بص ان شاء الله احنا يوم 19 نازل عندنا حد من ملقا
نادي مالاجا الاسباني رئيس النادي شخصيا يعني ان شاء الله نازل عندنا على اساس ان احنا في بروتوكول التعاون ان شاء الله بيننا وبين النادي في بعض المجالات الرياضيه ان شاء الله في مصر هنا دوره تدريبيه للاعبين لان في الشركه لان الرئيس نفسه عنده شركه استثمار رياضي كبيره هناك في اسبانيا يعني فان شاء الله احنا نازل للشركه يعني ان شاء الله هو كابتن اسامه طبعا كان في حد نازل تاني معاه بس طبعا اعتذر لان طبعا عادي كريسمس والكلام ده كل الناس بتسافر وبتيجي كان الوقت بس ضيق شويه بس ان شاء الله الفتره الجايه يكون عندنا حاجات تانية كويسه بروتوكول التعاون هيبقى على ايه بالظبط والله هو تطوير قطاعات الناشئين في مصر ودورات تدريبيه للمدربين الموجودين في مصر ده يكون بره مصر يعني هنشوف نظام احنا في طبعا في ملجا طبعا طبعا مصر تروح هناك احنا دلوقتي عندنا كابتن مجد عبد الغني في اسبانيا حاليا يعني سمعت كابتن اسامه قال لك اللي هو في القطر هو طبعا كان هو المسؤول احنا الشركه كان مسؤول عن الرحله بتاعت فيا ريال هو طبعا في بروتوكول تعاون ان شاء الله يكون برده بيننا وبين ملجا جمعيه لا جمعيه المحترفين تمام جمعيه المحترفين المصريين مع نادي فيريال مع نادي فيريال اللي احنا يكون في دورات تدريبيه للمدربين هنا في مصر ان شاء الله يعني الفتره الجايه هو دلوقتي مسافر رايح فيريال يعني الفتره الجايه دي هنشوف بقى معايشات من 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 قطاعات من عندك من اكاديميه ولا ممكن نوسع القاعده شويه لا هي هتبقى قطاعات بص انا اكاديميه دي مستحيل انا ما تشطلع الاكاديميه مستحيل يطلع منها لعيب غير لما في قطاع ناشئين يعني يتعلم وبعد كده يطلع يتاهل في قطاع ناشئين الاكاديميه ما بتعلمش حد يعني خلينا واقعيين شويه مع بعض لا ما فيش اكاديميه بتعلم حد خالص وما بيطلعش من لان التدريبات مختلفه وشغل مختلف ساعه يعني حاجات كتيره جدا مختلفه في 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 موضوع الاكاديميه يعني اكذب عليك لو قلت لك الاكاديميات في مصر ناجحه لا طبعا فاشله جدا يعني الاكاديميات في مصر افشل من الفشل يعني فاهمني حضرتك على راس اكاديميه واكاديميه يعني ناجحه الحمد لله ناجحه بس احنا عندنا ناس كويسين جدا يعني عندنا في الاكاديميه ناس اطفال جامدين جدا يعني بصراحه يعني انا حتى يعني الفتره الجايه بنأهلهم احنا بنخليهم حتى بنعمل لهم برايفت لوحديهم شغل تاني لوحديهم وفي ناس لسه اساسا ممكن واحد عنده 14 سنه مش عارف يلعب كوره بس ابوه جاي هو عايز يلعب كوره انا ما اقدرش ارفضه لسبب لان هو ممكن مثلا يبقى هو ليه وجهه نظر لان خلي بالك موضوع برضو الرياضه ده مهم جدا موضوع الرياضه مهم جدا طبعا للطفل طبعا بيخليه مثلا ما يفكرش في حاجه ثانيه بيخليه ينقي اصحابه بيخليه رياضي يحب الرياضه ما يبتدي يفكرش بقى بالمخدرات واصحابه والسوق والكلام اللي حضرتك ده كله فطبعا انا ما برضاش ارفض عشان كده يعني الحته دي ما برضاش ارفضها يعني انا بحب دايما اساعد حتى ولي الامر في اللي هو يبقى كويس جدا ازاي يتعلم وعندنا تطور طبعا في واحد يعني في ناس بتخش عندنا في خلال اربع تمرينات لا بيبتدي يتطور وبيبان عليه التطور جدا جدا يعني في حضرتك اتكلمت بشكل كبير قوي عن المدربين وعن التعليم بالنسبه للمدربين هل في ممكن نبقى في وقت من الاوقات نشوف ان شركه 3 دبليو بتطلع مدربين يعملوا معايشات في اوروبا اكيد ما ده اللي شغالين عليه الفتره ده اللي ممكن التعاون بيننا وبين مالجا ان شاء الله الفتره الجايه يبقى مدربين مصريين طبعا هيبقى اختيارهم ازاي يا كابتن نوري طبعا اختارهم اختار علمي يعني هو اصلا واخد دورات لان طبعا انت عارف المدرب لازم يكون عنده دورات سي وبي وحاجات لا انا بتكلم على على عليكم ما هو الاختيار تختاروا المدربين بناء اول حاجه عليها. كورق وتاني حاجه ككلام العلم وكشغله في الملعب ما هو كان كمدرب اكيد يعني مسكت قبل كده كذا حاجه تمام. بقى في تطور يعني طبعا لازم نختار الكلام ده كله يعني انا عندنا في الاكاديميه ان شاء الله الفتره الجايه عندنا ناس جايين دورات اسبوعيه الاسبوع للمدربين الاكاديميه عندي فقط لا غير دول نازلين ان شاء الله نازلين من جامعه لابزك في المانيا ان شاء الله اللي هم يبتدوا يديهم دورات تدريبيه الفتره الجايه على اعلى مستوى ازاي يبقى عنده تكتيك في الملعب ازاي يبقى عنده فكر ازاي ازاي يطور التطوير ده مهم جدا ده حقيقي ازاي عنده فكر وازاي عنده مثلا اصل انا مش هعلمه اقول له مثلا اعمل غير خطتك في الملعب يعني دحقيقي. انت متخيل مثلا انت قاعد ملهم يعني حضرتك قاعد في الملعب حصل حاجه معينه فانت لازم كل ماتش وليه التكتيك بتاعه يعني انا النهارده لما العب ماتش والنتيجه 0-0 غير لما انا خسران 1-0 لازم اطور من ادائي ده اللي بقوله ده بقى بيجي مع التمرينات ومع الوقت ومع الفكر شويه تلاقي مثلا النهارده واحد بيلعب بخطه كذا كذا بعد ما جه في جون لعب بخطه ثانيه خالص مختلفه يعني فاهم ازاي عشان يكسب فهي دي الفكره ده جاي من ايه بقى جاي من التعليم وتاني حاجه اللي هو بقى عنده تطوير من نفسه بقى عنده كمان مسابقات داخلها وبقى شاف كتير فابتدى يبقى عنده خبره في الكلام ده كله فلا عندنا ان شاء الله كام خطه ان شاء الله الفتره الجايه البطوله اللي فاتت للاكاديميات كانت بطوله ناجحه بشهاده الجميع احنا يعني شفنا الشغل بتاعها في تصور جديد للبطوله بتاع السنه دي ولا طبعا لا في طبعا عندنا البطوله السنه دي ان شاء الله فيها حوالي
370 فريق ما شاء الله. الدوري بتاع الاكاديميات 370 فريق. 370 فريق عندنا حوالي 8500 لاعب 9000 لاعب. رقم كبير قوي طبعا. يعني انا بقول لك يا كابتن يا باشمهندس معلش يعني عشان برضه الكوره فشويه اقول لك كابتن شويه اقول لك يا باشمهندس لا بس بجد رقم كبير يعني. الحمد لله الدوري المصري في قطاعات الناشئين بكل مراحله ما فيش 370 فريق. احنا بس عشان بقى الحمد لله احنا بقى لنا 3 سنين شغالين في القصه دي كلها. عندنا صدق مع الناس شويه اللي احنا بنقوله بنعمله الحمد لله رب العالمين. في سلبيات اكيد طبعا انا ما فيش حد ده حقيقي ده حقيقي يعني انا اكدب عليك لو قلت لك كلها ايجابيات. لا في سلبيات عندنا في الشركه يعني لان بقى حكم الناس بقت كتير فاول يعني في اول اسابيع كان انا بتكلم في 370 فريق ده رقم يعني مش عارف اقول لحضرتك. لا الحمد لله نظمه ازاي يعني تنظيميا الحمد لله اللي نظمناه طبعا وبقى عندنا كمان الناس اعلى مستوى ماسكه الشركه يعني في تنظيم وشغل يعني وحاجات يعني. لا احنا الشركه عندنا خليت نحل الحمد لله ما شاء الله عندنا يعني موظفين عندنا شركه 50 واحد الشركه بس الشركه عموما 50 واحد. والمدربين بقى عند حضرتك كلهم مؤهلين يعني حضرتك؟ طبعا طبعا كلهم مؤهلين وبعدين في منهم ناس كويسه جدا ابتدوا الفتره الجايه يكون عندهم حاجات كويسه ان شاء الله الفتره الجايه كتعليم يعني ان شاء الله. طيب انا حابب بقى اخد حضرتك في سكه ثانيه خالص. انت النهارده شايف المنافسه يعني عشان وقت البرنامج بيهرب مننا طبعا قطاعات الناشئين حضرتك اتكلمت فيها باستفاضه. عايز اخدك في الدوري المصري شكل الدوري المصري شايفه ازاي؟ دوري فاشل جدا من كل المقاييس يعني ما بهزرش. لا دوري فاشل دوري فاشل دوري ما فيهوش تنظيم دوري رغم الـ 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 الرؤيه اللي كانوا حاطينها اللجنه الخماسيه ان الدوري بادئ بنظام ما هو مين اللجنه الخماسيه عشان تطلع دوري كويس؟ ما هو هرجع اقول لك هنرجع فكره اللي انت لازم تكون عندك استعداد. الموضوع حتى اللي انت تمسك بطوله ده موضوع مختلف شويه. اللي انت تمسك دوري ويبقى عندك شغل وعندك الكلام ده كله الموضوع عندك يبقى مختلف 360 درجه. فلازم انت يكون عندك ناس مؤهله تعمل الكلام ده كله. انت عندك دوري فاشل يعني دوري يعني غير اللي هو فاشل كمان عندك مشكله. عندنا الدوريات اللي بره بتبقى كامله العدد يعني المدرج الاستاد 85000 ب 85000 كانوا موجودين. اللعيبه ذات نفسها بيبقى مختلف حتى اللعب في الملعب طبعا طبعا وجود الجمهور بيفرق. انا بتمنى طبعا الفتره الجايه طبعا يكون في جمهور في الملاعب والكلام ده كله ان شاء الله يعني يكون في حاجه كويسه من الدوله ان شاء الله يعني الفتره الجايه يكون في عندنا ناس تشجع وناس تكون عندها روح كويسه. احنا شفنا في البطوله بتاعه الدوري الاكاديميات عند حضرتك جمهور ما شاء الله جمهور كبير يعني عندنا اولياء امور كتير جدا بيجي الصبح اولياء الامور طبعا الدنيا بتبقى مختلفه الصبح يعني. لا الحمد لله عاملين حاجه كويسه ان شاء الله ويا رب يا رب حتى نعرف نفرز حاجه كويسه ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله فيها يعني ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هنشوف شركه سيريا دبليو بتقدم للكره المصريه مجموعه من النجوم المرحله الجايه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. عندكم تصور ان احنا يبقى عندنا في وقت من الاوقات عندنا عدد محترفين معين يا باشمهندس وليد؟ ممكن يعني بص طبعا انت عارف موضوع الالف محترف والكلام ده طبعا موضوع. طب احنا هقطع حضرتك عشان احنا معانا تليفون الكابتن احمد بلال معانا على التليفون. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن بلال. مساء النور. ازاي حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله ربنا يخليك. الاخبار معانا الباشمهندس وليد السعيد. باشمهندس وليد ده صديقي واخويا يعني الناس المحترمه جدا وبتفكر بشكل جيد للصالح العام مش للمصلحه الشخصيه يعني. شفنا حضرتك كنت متواجد معاهم في دوري الاكاديميات في ختام السنه اللي فاتت كابتن بلال. حابين نشوف نعرف من حضرتك رؤيتك كانت للبطوله دوري الاكاديميات اللي كان عاملها او على راسها الباشمهندس وليد سعيد كنت شايفها ازاي؟ بص انا شايف ان وليد بينهج نهج مختلف شويه تمام. هو بيفكر اوت اوف بوكس. هو جايب الموضوع من الاساس بتاعه يعني من الاساس بتاعه يعني. انت دايما لما تيجي تشتغل على فكره او تشتغل على الموضوع بتدور على الاساس الصح بتاعها البدايه بتاعتها. البدايه بتاعتها اللي هو النشأ، البدايه بتاعتها الاكاديميات، التطوير. هي دي البدايه الصح اللي المفترض ان كل مصر تشتغل عليها عشان نبقى في يوم من الايام زي نيجيريا، زي كوت ديفوار، زي الكاميرون، زي غانا. الفرق اللي بتخرج لعيبه على مستوى عالي ولعيبه عندها قدرات وامكانيات تقدر تلعب في بطولات كبيره جدا. كابتن بلال الصوت بعد شويه. كده سامعني كويس؟ كده كويس. الو؟ ايوه مع حضرتك يا كابتن. تقدر تلعب في مستوى كويس ويبقى عندك قاعده كبيره جدا من المحترفين يقدروا يمثلوا مصر. لان احنا صراحه تعبنا من كتر التمثيل المشرف يعني تمام؟ احنا يا بنعمل تمثيل مشرف يا بنحاول ان احنا نصعد لكاس العالم. غانا وصلت للدور السيمي فاينل ف
في بطوله كاس العالم الكاميرون ده حقيقي السنغال 2002 نيجيريا اخذت الاولمبياد ووصلت برضه دور الثمانيه يعني مصر مش اقل من كل هذه الدول بل بالعكس احنا المفروض ان احنا رواد في كره القدم عايز اقول ان وليد الحياه يعني ابتدى صح يعني ابتدى بفكره مختلفه تماما وانا بحييه عليها وكنت من الناس المشجعين جدا 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 لوليد وانا بحييه جدا يعني تمام ودايما ان شاء الله ربنا يكرمنا كده واكون موجود معاه في كل الايفنتس اللي بيعملها وكل الافكار لان الحقيقه انك تهتم بالناشئين في مصر دي حاجه ما بقتش موجوده في الوقت الحالي يعني بقت مفقوده بشكل كبير اصبحت بتعتمد على القادمين من بره من افريقيا وده عشان كده كره القدم في مصر في الاونه الاخيره للاسف بتمر بوعكه صحيه. طيب كابتن بلال ما ينفعش تبقى معايا وما اسالش حضرتك سؤال كده عن اللي بيدور دلوقتي في السوشيال ميديا، تعليق حضرتك عليه ايه؟ بص ده تعليق في الوقت الحالي عن اللي بيدور في السوشيال ميديا لان الامور يعني اخذت اكثر من حجمها الطبيعي. متشكرين ليك كابتن بلال ومتشكرين على مداخلتك كابتن. طبعا باشمهندس وليد وقت الحلقه مر مع حضرتك بسرعه جدا واحنا عندنا حاجه كده بس لازم تمضينا على الكوره فيعني حابين حضرتك تمضينا على الكوره تحت زي ما انت حضرتك اتفضل باشمهندس النهارده كام؟ النهارده لا مش عارف النهارده 14 في نهاية الحلقة بنحب نشكر الباشمهندس وليد السعيد على وقته الثمين النهارده وعلى الـ الـ الوقت اللي اداه لنا والنصائح والفكر اللي هو عايز يعمله ان شاء الله في المرحلة الجاية على وعد ان شاء الله ان احنا نلتقي في حلقات قادمة باذن الله مع نجوم كثيرة لصالح الكرة المصرية ولصالح قطاع الناشئين في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.